كيف هي رؤية هذا المجلس للصراع الدائر الآن في ليبيا؟ وطبعا أنا الآن حدثك بصفتي كإبراهيم بنشير على أساس أني رئيس المجلس، ولكن هو رأيي الشخصي وليس رأي المجلس، لأني أنا عند التأسيس تكلمت معهم وقلت لهم إذا طرح علي أي موضوع سياسي لن أصرح ولن أتكلم فيه إلا بعد مناقشة معكم واتخاذ الرأي الذي يعني يرضي الجميع، لكن أنا أتكلم على الآن يعني بصفتي رئيس، ولكن هذه رؤيتي أنا الشخصية. أقول أن الصراع الآن اللي موجود في ليبيا هو صراع حقيقة مفتعل. واحد يقول لي كيف أنت تقول لي صراع مفتعل وهو موجود فيه دماء وفيه قتل وفيه كذا وفيه كذا. نحن نعلم أن لو تأتي إلى الإنسان البسيط في ليبيا، كل واحد ليبي يتمنى الخير لليبيا، وكل إنسان ليبي تتحدث معه يقول لك أنا نبي الهناء ونبي الراحة والاستقرار لليبيا. والآلية التي هي يجب أن تكون هي الآن مفقودة، الآلية الصحيحة اللي عليها إجماع هي غير موجودة. وسبب الافتعال منين؟ لأن ليبيا يعني لما قامت الثورة وكان للثورة أهداف، هذه الأهداف لم تعلن بشكل صحيح ولم توضح للناس بشكل صحيح، ولم تترك هذه الثورة لكي تحقق أهدافها الحقيقية، لأن الثورة جاءت من يعني ليست عن جوع ولا فقر. الآن احنا نتكلم على الأكل والشرب وهذا كلام غير وارد بالنسبة لليبيين، نختلف على بقية العالم الآخر. ليبيا بمعنى ليس الثورة جياع، لا أبدا، ليبيا كانت تفتقر إلى الحرية، ليبيا كانت تتوق إلى أن تكون يعني أن يكون الليبي له مكانة في أرضه وفي العالم أيضا. ليبيا كانت يعني الشعب الليبي كان يتمنى أن يكون يتمتع بأعلى درجات الرقي في الحياة اليومية، يعني سواء كان من الصحة أو التعليم أو أي مجال من مجالات الحياة، لأن ليبيا بها خيرات كثيرة، والشعب الليبي شعب قابل للتعلم ولديه قدرات يعني فائقة. وبالتالي ليبيا الآن بعد في القرن 21 وهي ليس فيها لها بنية تحتية جيدة، وهذا وهي لا تنقصها الإمكانيات. لماذا؟ لأن السياسة التي كانت موجودة كانت سياسة خاطئة وكانت لا تهتم بال، ولذلك قامت الثورة لغرض بناء ليبيا، يعني بناها سواء كان من حيث العمران أو بناها من حيث إيش الحضارة، يعني في فرق ما بين العمران والحضارة. الحضارة تأتي إلى الثقافة والعلم والمعرفة، والعمران إلى إنشاء يعني البنية التحتية وغيرها. كان هدف الثورة هو أن تجمع ما بين العمران والحضارة، وبالتالي كانت هدف التعليم والصحة وغير ذلك. إلا لم تعطى الفرصة لهذه الثورة أن تبني ما تريد. احنا نريد يعني الفصل ما بين السلطات، ونريد السلطة التداول على السلم على السلطة، ونريد أن يكون نظامنا نظام ديمقراطي وإن كان يميل إلى تطبيق الشريعة الإسلامية الوسطية بحيث أن احنا الناس مسلمين.